عطر سافير البست سيلر موجود في قصر العطور، سابقا كان ما موجود والحين وفر كميات عليه 40% تخفيض. كم قيمته سابقا؟ 22 ريال، والحين 15 ريال والتوصيل مجانا. مع التوصيل مجانا، واللي يجي محلهم يشتريه يدخل على سحب 7 جوائز قيمة. من اي عطور تشتري جيتهم في المحل تدخل على 7 جوائز القيمة. الجوائز عبارة عن ايباد وطقم ذهب، وعندكم سوار الذهب وهذا الذهب وخاتم الذهب وسماعة ايربوت وباور بانك 2. تشترى من معاهم اي عطر تدخل طوالي على السحب، وعندهم ترخيص على الجوائز. الاعلان السابق عطوره خلصت من بعد اعلاني الحمد لله، والحين موفر منه كمية للعيد. هذا العطر اللي نجح مشروعكم صحيح؟ صحيح. وعطر قديم في المحل وفروا منه كميات سافير، بنركز على هذا العطر بالذات لانه جايب منه كميات. صور الشاشة واحجز عطر العيد. أول شيء بنشرح لهم موقعكم في وين قصر العطور، وبعدها بنكمل العروض الأخرى. قصر العطور في محافظة مسقط في الحيل الشمالية على الشارع بالتمام. عشان توصل على المكان ارسل أي حاجة على الواتساب يوصلك اللوكيشن، ما قدرت توصل اطلب أي عطر يوصلك مجانا. ما باقي شيء على العيد، عطني الثاني أفتل قوت. هذا قنبلة معشوق الكل، عطر رجالي ونسائي. كم قيمته سابقا؟ 13 ريال وفي الخصم 9 ريالات والتوصيل مجانا. بتسع ريالات صار يا جماعة، أفت القوت والتوصيل مجانا. نصور الشاشة واحجز للعيد، وإذا شريته من المحل تدخل على 7 جوائز. بصراحة هذا العطر أنا جربته فواح جدا، بالذات من يبرد ريحة مناسبات ما شاء الله. كم قيمته سابقا؟ 25 والحين 15 والتوصيل مجانا. 15 ريال يا جماعة والتوصيل مجانا، جيت المحل تدخل على الجوائز. الخدمة الجميلة في قصر العطور، إذا شريت أي عطر تبغي تقدمه هدية وتغلف، تغلفوا لهم بالطلب المسبق. يعني لا تتعب نفسك، اشترى العطر وغلفه معاهم وقدمه هدية. الوالدة الوالد يستاهلون، زوجتك تستاهل، أختك تستاهل، أخوك يستاهل، بعد من ما ذكرنا الزوج يستاهل. عطر الزعفران سويت الإعلان سابقا وخلصت الكمية الحمد لله. وفرت كمية؟ سابقا كم قيمته؟ 22 والحين 12 ريال مع التوصيل مجانا. بوكسات العيد 3 عطور مع بعض، مسك وزعفران وورد. كم قيمته سابقا؟ 32 والحين كم صار؟ 19 ريال والتوصيل مجانا. واذا بغيت تغلف البوكس بهذه الطريقه تقدمه هديه، اكتب عليه عيدك مبارك وقدمه لامك الشيخه تستاهل. بتكلموني عن نكهات العطور، قصر العطور فاز بالبراند ماله والنكهات والفوحان والثبات. الرقم في الفيديو واطلب للعيد، وبتقولوا لهم شكرا. عطر تليد بنكهه بخوريه، كم قيمته سابقا؟ 22 ريال والحين كم صار؟ 13 ريال والتوصيل مجانا. شيل يا عمي. عطر ستال كم قيمته سابقا؟ 22 والحين 13 والتوصيل مجانا. شيل يا عمي. بهدوء بهدوء، شو اسمه ذا؟ فلافيوس، هذا البست سيلر، هذا عطر قديم كان موجود والحين وفرناه من جديد لرغبة الزباين، عطر نسائي مميز. هذا نسائي؟ اي نعم، والحين ب 12 ريال وكان سعره 22 ريال والتوصيل مجانا. صوروا الشاشة وطلبوا يا بنات. وعطر خولان هذا نسائي ورجالي المحبين السويت. سويت كم قيمته سابقا؟ 25 والحين 12 ونص والتوصيل مجانا. من قيمة 25 12 ريال ونص والتوصيل مجانا، جيت على المحل تدخل على الجوائز يا عمي. هذه الطلبات كلها ما شاء الله للعيد يوميا. وش تنتظرون يا جماعة؟ تعزورهم على الجوائز ولا انك تطلب يوصلك التوصيل مجانا؟ صوروا الشاشة وطلبوا.